ارزقكم دعائي بالزوج الصالح عاجلا امين. اللهم ارزقها الزوج الصالح الذي عفها ويجرها الى مرضات الله الذي فعلها. امين امين يا رب العالمين. ما حكم استخدام سؤال ورد من اخ غير الاخ محمد، ولكن امس سئلنا هل يجوز نفس استخدام النص. الجن المسلم في الرقية؟ نعم شيخي كريم، هذا شرك لا يجوز بحال من الاحوال، لابد في الاستعانه في هذا الباب حي حاضر قادر. لكن الغريب انه اردف كلامه، اراد ان يحجنا. هل جوز ابن تيميه شيخ الاسلام هذا؟ نعم جوز ابن تيميه ذلك، وعلامه العصر مجدد العصر، وانا اؤكد في ذلك، لان بعض من يتطاول على جناب هؤلاء الذين قد جعلهم الله جل وعلا شموسا تشرق على 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 امتنا كشيخ صالح بن عثيمين، ياخذ بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الباب. هم يستندون لامر في مساله الاستعانه بالجن المسلم من اجل نفع المسلمين، عموم وتعاون على البر والتقوى، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، ويستدلون خصوصا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني اختفى، فارادوا ان يعلموا مكانه اين هو، فجاء ابو موسى الاشعري لامراه لها رئي عندها جن تخوي بقى على ما قال الاخ امس بالضبط، لها رئي، فقال لها سلي رئيك اين عمر؟ فسألت الجني فقال عمر في المكان الفلاني، فذهبوا فوجدوه. أنا أقول صححوا الإسناد، ثبت العرش ثم انقش، والله دونها خرط القتاد، دونها خرط القتاد هالك، ما في ما تصح بحال، دونها خرط القتاد ما في. فيبقى على الأصل أن الاستعانة والاستغاثة لا تكون إلا بحي حاضر قادر. يعني الرواية التي حضرتك ذكرتها ما تصح بحال من الأحوال، ليست بصحيحة، ما تصح بحال من الأحوال. فإذا المستند الذي يتمسكون به هاوي، جزاكم والأحكام فرعا على التصحيح، وهذا الأمر يدخل في الشرك. صدقك وهو الكذوب من يصدقه؟ زي يقول له أنه هو شيخ الإسلام وهو أكفر أهل الأرض، نسأل الله، وده بيحدث من الجني مع الكلام معه بيحدث، نسأل الله الهداية. نعم. وأن يحفظ المسلمين جميعا. أمين.